لحل ازمتها السودان يواصل اجتماعاته باعضاء مجلس كركوك ويحث على اختيار المحافظ سريعا حل عمليات محور شمال يثير غضب التركمان تظاهرات تطالب بالغاء القرار وتحذير من ازمه جديده بغداد تحتضن اجتماعاً عربياً لدعم طريق التنمية، وآلاف العمال الأجانب في العراق دون تصاريح عمل أهلا بكم إلى تفصيلات النشرة حيث نبدأها من جهود بغداد لحل أزمة كركوك التي طال أمدها حيث أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية تقديم مصلحة المحافظة في أي اتفاق بين القوى السياسية السودان خلال استقباله أعضاء مجلس كركوك من المكون التركماني أشار إلى ضرورة إبعاد التهميش لكل القوى الوطنية والاجتماعية حثا اعضاء مجلس كركوك على اختيار الاداره المحليه الناجحه والاتفاق بشان اختيار منصب المحافظ. في الاثناء وصف عضو مجلس محافظه كركوك عن الكتله العربيه محمد الحافظ لقاء اعضاء الكتله برئيس الوزراء بالخطوه المهمه لتقريب وجهات النظر مع الفرقاء السياسيين حول ازمه تشكيل حكومه كركوك. لافتا الى ان اللقاء شدد على عدم تهميش اي طرف من مكونات كركوك. لقائنا بدولته في العاصمه بغداد كاعضاء مجلس عن المكون العربي وتم التباحث حول تشكيل حكومه محليه في كركوك بدون اقصاء او تهميش لاي مكون في كركوك. حقيقه وجدنا سعه صدر من دوله الرئيس وتبادل في وجهات النظر اعتقد بالمرحله القادمه ستكون هناك حل لتشكيل الحكومة المحلية في كركوك حكومة توافقية مبدأها وأساسها الشراكة أعتقد دولة رئيس الوزراء ستكون له هناك أيضا لقاءات مع بقية الأطراف للاستماع إلى وجهات نظرهم وللوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بالتالي إحنا نعتقد أن الحكومة لابد أن تكون توافقية ومشتركة من جميع الأطراف دعا عضو مجلس محافظة ديالى عن تقدم نزار اللهابي إلى حل الخلافات السياسية داخل المجلس قبل تدخل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اللهابي حمل القوى الشيعية المتنافسة على منصب المحافظ مسؤولية التعطيل طيلة الأشهر السابقة مستبعدا تقديم المجلس طلبا إلى حل نفسه حتى وإن استمرت الصراعات حول المنصب لفترة أطول وفق تعبيره جدد الاطار التنسيقي تاكيده عدم السماح بتمرير قانون العفو العام الا بحدود واضحه تمنع شمول من اشترك او ساهم بقتل العراقيين. نواب عن الاطار اشاروا الى ان العفو عن المجرمين الذين سفكوا دماء الابرياء لن يتم شمولهم بالقانون تحت اي ظرف كان. مبينين ان القانون بصيغته الحاليه غير مقبول وسوف يشهد تعديلا حقيقيا بعد ان تم جمع العشرات من التواقع النيابيه لسحبه من جداول اعمال الجلسات. بعد سنوات من التعطيل ادرج البرلمان قوانين لطالما كانت جدليه على جدول اعماله. تفاصيل هذه القوانين والانفراجه التشريعيه كما يصفها مراقبين نتابعها في هذا التقرير. التعطيل او الترحيل صفتنا لطالما رافقت الكثير من القوانين المهمه على امتداد الدورات البرلمانيه السابقه. لما يحمل بعضها من تعددية في وجهات النظر تنفيذ بنود الاتفاق السياسي هو ما تذهب إليه المعطيات الحالية التي ترجمتها الاجتماعات الأخيرة للقوى السياسية المرحلة الحالية مع بدء الفصل التشريعي هنالك تعهدات سياسية وأعتقد القوى السياسية تذهب باتجاه وفاء التعهدات السياسية التي لها ربما قد تكون مصلحة عامة ومصلحة سياسية الفترة الزمنية الحالية هي فترة حرجة لأن هنالك ضعف في عملية مستوى التشريعات لمجلس النواب العراق الدورة الحالية وأعتقد هنالك إنقاذ موقف تشريعي من بعض القوى السياسية إدراج جملة من القوانين المهمة علي جدول أعمال الجلسة الماضية كالعفو العام وتقاعد الحشد والأحوال المدنية والملاك يعتبرها مراقبون بارقة أمل لدوران عجلة التشريع والانطلاق في قراءة المشاريع ذات التماس المباشر مع المجتمع طرحت على جدول الأعمال اليوم هيك قوانين مهمة من ضمنها قانون العفو العام من ضمنها قانون أبناء الحشد الشعبي اللي تضحيات حق كبيرة فجزء بسيط الرد, الرد على وفائهم وتضحياتهم ودمائهم أيضا قانون الأحوال الشخصية نتمنى نتمنى أنه من انطرح حقيقة هيك مسودة أو انطرحت هي جدول أعمال أنه يكون نصاب حقيقي ونبتعد اليوم حقيقة عن المساومات ونبتعد اليوم عن المقايضات ونخلي مصلحة العراق ومصلحة مصلحة المواطن فوق كل شيء وتكشف اللجنة القانونية عن امتلاكها لأكثر من مئة قانون معطل ينتظر بعضها التوافق السياسي لكي تدرج على جدول الأعمال النيابي فصل برلماني ينظر إليه بعين المراقب لما سينجز فيه من القوانين بعد رحلة طويلة من الخلافات السياسية التي سيطرت على مشهد التشريع مصطفى علوش الرابعة بغداد حملت كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية القوى السياسية السنية تأخر حسم ملف منصب رئيس مجلس النواب الجديد. النائب عن الكتلة ماجد شنغالي قال: إن المنصب المذكور وفقا للعرف السياسي السائد يعود إلى البيت السني وهو المعني بحسمه والتوافق عليه دون إحراج الأطراف الشيعية والكردية. مشيرا إلى أن جزئية الأغلبية النيابية السنية لا تزال حاضرة وتحول دون إنهاء الملف. منصب مقابل منصب مقترحات عده طرحت مؤخرا في الساحه السنيه امام الاطار لحل مشكله رئيس البرلمان. طبيعه الحراك الجديد والحلول المطروحه رصدها فقار فاضل. مقترحات جديده تطرحها قاده القوى السنيه على الاطار التنسيقي في اجتماع غير معلن لاجل الخروج من نفق الصراع على منصب رئاسه البرلمان. مقترحات تتمثل في تقديم ثلاث شخصيات من تحالف السياده للمنافسه مقابل التنازل عن وزاره التجاره لحزب تقدم والعكس صحيح وفقا لمصادر وهذا قد يكون الاقرب لحلحله الازمه بحسب مراقبين مساله التنازل من قبل تقدم عن منصب سيادي كرئيس للبرلمان لازم يقابلها تنازل من قبل القوى السنيه الاخرى للسيد الحلبوسي حتى تحسم الامر، فاعتقد انه هذه الطريقه الاسلم لحسم هذه المساله التي طال عمرها. واغلب المقترحات التي تتداولها الاوساط السياسيه منذ شغور منصب رئاسه البرلمان هي مبنيه على التوافق وعدم الاخلال في تقسيم النقاط للاحزاب. بيد ان ذلك قد اسهم في فسح المجال امام تعرض العمليه السياسيه لوحكات مستمره من وجهه نظر متابعين. الذهاب الى حل وزاره مقابل ثلاث مرشحين هو فقدا للرشد وهو ضياعا للوطنيه وانك ستاتي بمن ليس جديرا في موقع مهم وسيادي. ومن ضمن الحلول المطروحه لانهاء ازمه انتخاب الرئيس هي التنازل عن بعض المناصب التنفيذيه مقابل ترك المنافسه الشديده على كرسي الرئاسه الذي بقي شاغرا منذ شهور. من العاصمه بغداد فقار فاضل الرابعه. اعلنت وزاره الدفاع التركيه تدمير 25 موقعا لحزب العمال الكردستاني بينها نقاط تضم شخصيات قياديه واكدت الوزاره في بيان تنفيذ غارات جويه علي اهداف لحزب العمال بمناطق كارا وقنديلا واسوس كان يستخدمها حزب العمال كملاجئ ومخازن ومنشئات إمعان تركيا في انتهاكها للسيادة دفع وزير دفاعها شارجولر للإعلان صراحة تكبيد حزب العمال الكردستاني خسائر فادحة داخل الأراضي العراقية وفي بيان أشار جولر إلى سعي بلاده للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع العراق مضيفا أن بلاده تنتظر تصنيف العراق لحزب العمال كمنظمة إرهابية جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية التأكيد على جاهزية القوات العراقية في مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية وعدم الحاجة للتحالف الدولي عضو لجنة علي البنداوي قال إن الاستقرار الأمني وقدرات التشكيلات بكل عناوينها والنجاح في إدامة المعركة ضد الإرهاب كلها أسباب موجبة تدفع البرلمان للمطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد لافتا إلى أن الوفد العراقي الذي زار واشنطن سعى لرسم العلاقة مع التحالف الدولي في المرحلة المقبلة يواصل العراق بناء جدار كوكريتي لتأمين الحدود بين العراق وسوريا رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة نينوى محمد كاكائي قال إنه من المقرر أن يكون الجدار بطول 394 كيلو متر وارتفاع ثلاثة أمتار وأشار كاكائي إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من حوالي 144 كيلو متر من الجدار الأمني تتصاعد التحذيرات الأمنية من عودة النشاطات الإرهابية وتزامنت هذه التحذيرات مع إطلاق سراح عشرات الإرهابيين من قبل قسد ما أن تطرق بابا لمراقب أمني أو متخصص استراتيجي حتى يشي بمخاوف متفاقمة من عودة نشاط براكين خلايا الإرهاب النائمة العراق نموذجا والمنطقة بشكل أعم تحليلات ومعطيات في الميدان أدت إلى تكثيف زيارات قادة التحالف الدولي إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين في الإقليم العراق ب. زيادة العدد المضاعف ل موقع في الشريط الحدودي بين سوريا وعراق على وجه السرعة وعلى وجه حالة الطواري بنفس المكانات الذي كان في السابق الداعش أو التنظيم الداعش الإرهابي يتوغل فيها إلى الأراضي العراقية يعني هذا الجانب إن شاء الله يكون مؤمنا يعني ولكن هناك مخاوف بان يظهر بعض الجماعات الارهابيه المتطرفه تحت عناوين مختلفه في اماكن مختلفه. هذه المخاوف وتلك الهواجس تعززت بعد تحذيرات رسميه امريكيه من عوده فعاليه التنظيم الارهابي داعش متسقا ذلك مع خطوات وصفت بالمريبه تمثلت بالإفراج عن المئات من أعضاء التنظيم مؤخراً من سجون تابعة لقوات قسد المسيطرة على الشمال الشرقي لسوريا في 2023 بنسبه 121 هجمه في العراق وسوريا وفي في سته اشهر الاولى من هذه السنه 2024 بحسب البيان القياده المركزيه الامريكيه انها نفذت 153 هجمه ارهابيه مما يدل ان هذه الاحصائيات تنذر بمخاوف امنيه وكذلك مخاوف الامنيه تولد مخاوف سياسيه واقتصادية خاصة في العراق وسوريا في ظل طرح مشروع للعفو العام في العراق على طاولة البرلمان يسبب بنتائجه وفق المراقبين تسربا للجسد الإرهابي من السجون ما يعني تهديدا للسلم العام في البلاد من أربيل أبو طالب البحية الرابعة ناشد المكون التركماني رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بالتدخل في الغاء قرار حل قياده محور الشمال وفي بيان دعا المكون التركماني الى ضروره اعاده النظر في موضوع الغاء قياده عمليات محور الشمال التي دافعت عن ارض الوطن وقدمت الشهداء مؤكدا ان تطبيق القرار يعني ارتكاب جريمه كبرى بحق الشعب التركماني وشهداء التركمان هذا وتظاهر العشرات من اهالي قضاء توسخرماتو للمطالبه بالتراجع عن قرار الغاء الحشد التركماني وقال مراسل الرابعة أن المتظاهرين شددوا على ضرورة إيقاف قرار إلغاء قيادة عمليات محور الشمال قوة التركمان مؤكدين أن إلغاء قيادة عمليات محور الشمال قرار غير صائب مهند التميمي مراسلنا من كركوك ينضم إلينا مباشرة من هناك أهلا بك مهند بداية ضعنا في آخر تطورات التظاهرة التركمانية الرافضة لهذا القرار قرار إلغاء قيادة محور الشمال نعم علي منذ ساعة الصباح الأولى يعني تقريبا الساعة التاسعة وحتى الآن لا تزال التظاهرات متواجدة من قبل منتسبي محور الشمال الحشد التركماني احتجاجا على قرار هيئة الحشد الشعبي بحل هذه المنظومة ودمجها مع قيادة شرق دجلة وأيضا قيادة عمليات كرفوك هذا القرار اعتبر من قبل المتظاهرين هو اليوم انتقاصه من المكون التركماني على اعتبار انه القوميه الثالثه وايضا ما التضحيات التي بذلوها خلال خلال عمليات تحرير المحافظات ومساعده القوات الامنيه وكان حشد التركماني من الجهات المسانده لقوات الجيش في كثير من العمليات ضد داعش، بالتالي اليوم هذا الاستنكار اليوم على حل هذه القوة الكبيرة تعتبر لواء 16 أكثر من 4000 مقاتل يتوزعون بين مناطق آمرلي وطوس فورماتو وتازة فورماتو وأيضا داخل يعتبر اليوم انتقاصا من المكون التركماني والمطالب طيب. وجهت حصرا إلى السيد رئيس الوزراء بالعدل عن هذا القرار احتراما وتقديرا لتضحيات وشهداء الحج التركماني نعم مهند هذا الموضوع وهذا القرار قديم أو جديد يعني هل كانت هناك محاولات في السابق لإلغاء هذه هذا المحور أو أنه وليد اللحظة؟ يعني بحسب اليوم المتحدثين وهم من الشيوخ وقيادات الحشد التركماني أكدوا أن هذا القرار وليد اللحظة لكن من المحتمل أن يكون هنالك أجندات سياسية تقف خلف هذا القرار على اعتبار أن اليوم القوة التركمانية كانت كانت ضعيفة واليوم بدأ هنالك لهم سلطة في الجيش وأيضا سلطه عسكريه وسلطه اليوم حتى في المناصب الاداريه بالتالي اليوم صراع كركوك السياسي على اعتبار كركوك صاحبين المبادره الابرز هي تدوير المناصب لربما سيكون هذا السبب هو الابرز في محاوله طمس المكون التركماني ايضا صادف اليوم صباحا كان هنالك استهداف لاحد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل كركوك من قبل قوة عسكرية يعني أو مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على المقر بالتالي القوات الموجودة هنالك المرابط والحمايات ردت بالمثل لكن هذه المجموعة لاذت بالفرار وطوق المكان من قبل القوات الأمنية والشرطة تحسبا لخرق جديد نعم مواند يمكن القول أن ارتدادات عدم اختيار محافظ حتى هذه اللحظة لمجلس محافظة كركوك أصبحت هناك ارتدادات كبيرة على الجانب الأمني وهذا التشظي وما يحدث من إرباك داخلي. علي يعني حتى الآن الساحة السياسية اليوم مربكة التحالفات ليلا تكون هنالك تحالفات حتى يكون النهار تلغى هذه التحالفات وتحالفات جديدة. بالتالي اليوم السيد السوداني متبني هذه التحالفات وكل المكونات تعول على حضور السيد السوداني بهذه التحالفات سيكون هو الحل الأمثل والوصول إلى طريق ناجع للانسداد السياسي الموجود، لكن ردود الافعال الموجوده اليوم على ارض الواقع من تحركات ان كانت امنيه او سياسيه لا تبشر بخير ان لم تكن هنالك حلول لاختيار المحافظ ورئيس المجلس على صيغته التوافقيه كما كان الاتفاق عليه. طيب هل هناك اصداء؟ الان هناك تظاهره في كركوك للعدول عن هذا القرار، هل هناك اصداء لقرار من مسؤولين في الحشد الشعبي؟ بغية العدول عن هذا القرار؟ يعني قيادات الحشد الشعبي اليوم متحركة نحو هيئة الحشد وتوجيه رسالة إلى السيد السوداني باتخاذ قرار يعدل عن هذا التحرك باعتبار أنه اليوم القوة التركمانية هي متمركزة في كركوك وتازة وطوس بالتالي يعتبر انتقاصا من المكون التركماني في حال تنفيذ هذا القرار حتى إذا تنظر أمامي يعني علي الصورة تبين يعني المئات من قوات الحشد التركماني اليوم ممتعظين ومستغربين من هذه القرارات التي لربما تجير سياسيا حتى اللحظة نعم. مهند سنكون معك في نشرات وتغطيات لاحقة لمتابعة تطورات هذه التظاهرات شكرا لك مهند تميمي مراسلنا في كركو عقد العراق وتركيا والامارات وقطر اجتماعا في مقر الشركه العام للسكك الحديد لبحث دعم مشروع طريق التنميه. وذكر المكتب الاعلامي لوزاره النقل في بيان ان الاجتماع شهد الاطلاع على اخر المستجدات ومتابعه مشروع طريق التنميه. مشيرا الى ان ذلك يعد تمهيدا للاجتماع الوزاري المرتقب في العاصمه التركيه انقره. كشف الاتحاد العراقي لنقابات العمال عن وجود 750 الف عامل اجنبي في العراق لا يملكون تصاريح عمل. رئيس الاتحاد وليد نعمه قال ان معظم الباكستانيين المتسربين الى العراق يتواجدون في محافظتي النجف الاشرف والبصره داعيا المرجعيه الدينيه الى التدخل وعدم احتوائهم. واوضح نعمه ان هؤلاء اتوا الى العراق عن طريق شركات السياحه خاصه تحت مسمى زياره عاشوراء. حيث يباشرون بالعمل دون تصريح رسمي أو إقامة هذا وأعلن وزير الشؤون الدينية في باكستان شودري سالك حسين اختفاء خمسون ألف مواطن في العراق وسوريا أثناء تأديتهم زيارات الدينية وأعرب حسين عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومتين الباكستانية والعراقية للعثور على المفقودين وضمان سلامتهم وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تعمل جاهدة لتقديم الدعم والمساعدة لأسر المفقودين في هذه الأزمة. تمكنت فرق الدفاع المدني في إنقاذ ستين نزيلاً إثر حريق نشب في فندق وسط كربلاء المقدسة. وأشارت مديرية الدفاع المدني في بان إلى أن فرقها نجحت بإنقاذ ستين نزيلا من جنسيات مختلفة بالتزامن مع سيطرة وإخماد حادث حريق اندلعت داخل فندق مكون من أربعة طوابق وأشار إلى أن أجزاء الفندق مشيدة بألواح السندوتش بانل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة شكا مواطنون من سكنة حي الحسينية بكربلاء المقدسة من انقطاع التيار الكهرباء عن منطقتهم لساعات طويلة سيما في أوقات الذروة المواطنون طالبوا عبر الرابعة بإيجاد حلول سريعة وآنية لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة الكهرباء ما مستقرة ما نعرف بيه ساعة تجوب ساعة تروح الاب المولد من تروح عمي حق رجل يشغل يشغل الان تتعب مولداتها تعبت احنا تعبنا نفسيا طبعا احنا نعاني من شغله واحده هي الكهرباء الكهرباء عندنا حيل تعبانه محولات تعبانه قديمه يعني المحوله اثناء ما تجي الوطني جمرت طقت فصل الفيس كله بعد ولو تجي لها نص ساعه هي هاي النص ساعه تجي اثناء هذه جيتها تطق وتطفي عدم وجود مراقبه حقيقيه من مديرية توزيع الكهرباء على المنازل والتجاوزات الموجودة أيضا الأراضي الزراعية وتفتيت الأراضي الزراعية والمنازل اللي انبنت بيها وهذه الأجهزة الكهربائية غير المتناهية اليوم أنا أخلي محولة 250 بعد أسبوع لازم أغيرها أخلي 400 بعد يعني أنا أعتقد السنة القادمة راح نحتاج إلى محولات أم 600 كيفي ارتفاع غير مسبوق شهده العقار الزراعي في صلاح الدين سر ارتفاع دونامات لا في قضاء بلد وما شجع المستثمرين رصده محمد الربيعي قفزات غير مسبوقه يشهدها سوق العقار الزراعي في بلد جنوب صلاح الدين وذلك بسبب تحول بساتينها الى شاليهات سياحيه يرتادها مئات العوائل يوميا من مختلف المحافظات العراقيه فبعد أن كان سعر الدونم الواحد لا يتجاوز الخمسة ملايين دينار وصل سعره اليوم إلى قرابة المئتان وخمسون مليون دينار عراقي كان الدونم الواحد كان يتراوح سعره من عشرة مليون إلى أربعين أو خمسين مليون بسبب المستثمرين وبسبب الشاليهات وبسبب المنتجعات أصبحت الأراضي الزراعية تتراوح أسعارها من خمسين مليون تصل الى 200 مليون او 250 مليون يعني لحد ال 250 مليون حسب الموقع الجغرافي للدونم المباع ولكون مشروع الفلل والشاليهات السياحية ذا مردود اقتصادي كبير بعد أن وصل سعر تأجيرها إلى أكثر من نصف مليون دينار لليوم الواحد شجع ذلك المستثمرين من خارج المحافظة لاستغلال إقبال الناس عليها وباتوا يشتروا هذه الأراضي بأي ثمن ويحولونها الى مشاريع ترفيهيه، الامر الذي القى بظلاله على سوق العقار السكني ما جعله يرتفع بشكل ملحوظ. كان بالسابق سعر الارض الزراعيه سعر الدونم من 10 الى 5 مليون، الان اصبح سعر الدونم من 200 الى 250 مليون، فهاي اثرت سلبا على بعض المواطنين واثرت سلبا انعكاسها صار على اراضي الطابو، اراضي الطابو كانت اسعارها يقدر عليها المواطن. بعد غلاء الاراضي الزراعيه اكيد اسعار الاراضي الطابو صعدت الى ضعفين او ثلاثه. احنا نتذكر قبل خمس سنوات ست سنوات كانت الاراضي الزراعيه هاي اللي هسه موجوده واللي هي اغلبها هسه صارت منتجعات يعني كان الدونم ما يتجاوز ال 5 ملايين، اليوم هسه تحديدا الدونم ب 100 مليون ما ينطي اثرت تاثيراتها صارت على الاراضي السكنيه هذا من الناحيه السلبيه طبعا، الاراضي السكنيه يعني أنا هسه بفرعنا كانت القطعه تلقاها ما تتجاوز 7 8 ملايين هسه ما اياها ب 70 70 مليون 80 مليون. وهكذا تتحول هذه البساتين التي كانت تقتصر على الزراعه والفلاحه فحسب الى مورد اقتصادي ناجح لاصحابه وملجا للعوائل في حر الصيف اللاهب محمد عادل الربيعي الرابعه صلاح الدين شدد العراق على اهميه وقف اطلاق النار في غزه لانقاذ المدنيين وايصال المساعدات الانسانيه مندوب العراق لدى الامم المتحده عباس كاظم قال خلال جلسه مجلس الامن ان العدوان الاسرائيلي على غزه خلف كارثه انسانيه غير مسبوقه مؤكدا تحول القطاع الى منطقه منكوبه لا تصلح للسكن لا سيما مع شح العنايه الطبيه والصحيه وتفشي الامراض دعا المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحده رياض منصور مجلس الامن الى كبح جماح الاحتلال الذي يقتل عشرات الالاف من الفلسطينيين. منصور خلال كلمته بالمجلس قال ان الاخير فشل في الحد من المعاناه الانسانيه في غزه. جميعكم طالبتم بوقف فوري لاطلاق النار ثم اتساءل بالمناسبه من الذي يحول بينكم وبين تنفيذ مقتضيات وقف اطلاق النار لو أخبرتني أن مجلس الأمن القوي الخمسة عشر عضوا وبما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية الذين يقولون أنا لا بد من وقف فوري فور لإطلاق النار هل ستسمو إرادتكم أم تسمحوا لأولئك المجرمين بأن يستمروا في سعيهم احسموا أمركم إن كنتم أنتم مجلس الامن العظيم القوي غير قادرين على أن تتحكم وتكبح جماح جهة تنتهي القانون الدولي القتل المجرم لعشرات الآلاف من الفلسطينيين فعليكم أن تراجعوا سلطاتكم وصلاحياتكم لابد لنا أن نضع حدا لهذا الاعتداء المروع هو أن نحرص على أن مثل هذه المآسي لا تتكرر ثانية وزيرة الدولة القطرية لؤلؤة بنت راشد قالت إن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة أصبح كارثة بنت راشد في تصريح صحفي أضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية تدهورا كبيرا في الوضع الانساني في قطاع غزه لعده اسباب منها التوسع في العمليات العسكريه لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي باتت تشن في كل المناطق في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب ناهيكم عن الحصار الذي اصلا كان موجودا على القطاع ولا زال مستمرا والتضييق المستمر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على عمليه دخول المساعدات الى قطاع غزه، يعني شهدنا قرارات او مشروعات لقرارات مؤسفه في الكنيسة الإسرائيلي متعلقة بتصنيف الأنروة كمنظمة إرهابية والحقيقة أن هذا القرار لا يمكن أن يقرأ إلا في سياق محاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عموما بمعنى أنها تتجاوز الوضع الحالي في قطاع غزة إلى ما هو أبعد من ذلك رأى مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جام عدم الجدوى من التدابير الإنسانية دون وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا رفض بلاده أي محاولة لإخلاء مسؤولية الاحتلال عن الكارثة الإنسانية في غزة. تدعو الجزائر إلى القيام بالإجراءات التالية: أولاً، فتح. فتح المعابر الحدوديه كافه بما فيها معبر رفح وينبغي ان تشرف السلطات المصريه والسلطه الفلسطينيه على تشغيل المعبر تمكين الانروه وغيرها من الوكالات والجهات الانسانيه الفاعله من توزيع المساعدات الياقاتيه والانسانيه في جميع مناطق قطاع غزه بما في ذلك في شمال القطاع. من دون وقف اطلاق النار فكل التدابير الوارده انفا هي غير ذات جدوى وبلا طائل. وقف اطلاق النار في غزه وحده كفيل بالتحرك الإنساني الفاعل والكف أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فازيلي نابينزيا فوصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثية وقال نبنزيا أن أكثر من خمسين ألف قنبلة ألقيت على القطاع ولا يوجد أي مكان آمن في غزة الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثياً. بعد 300 يوم لم يبقى شيء من غزة، وعدد الضحايا المدنيين مذهل. ثلث الضحايا من النساء والأطفال. تم إسقاط أكثر من 50 ألف قذيفة على قطاع غزة. تدمرت البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. شعب غزة يفتقر إلى الغذاء والمياه والأدوية. ولوازم النظافة الصحية الحطام منتشر وذخائر غير منفجرة منتشر من نجا من القذائف ينتقل من مكان لآخر بحثا عن ميلاد آمن في غزة بعض الفلسطينيين بما في ذلك بعض من لهم أطفال ينتقلون للمرة العاشرة ويتعرضون بالرغم من كل ذلك لقصف إسرائيلي نوع من مكان آمن في غزة تتصاعد الاصوات العنصريه في تركيا بالتزامن مع ارتفاع الاسعار، امر ادى الى تراجع السياحه بشكل ملحوظ في البلاد. الخسائر الماديه التي مني بها القطاع التجاري رصدتها مراسلتنا في اسطنبول غدير الحسن. لم تعد تركيا وجهه مفضله لدى السياح الاجانب ولا العرب منهم، فارتفاع الاسعار ارتفع معه اصوات العنصريه والاعمال العدائيه، ومعها انخفضت واردات القطاع السياحي في البلاد حوالي عشرة مليارات دولار لصيف عام 2024 مقارنة مع عام 2023 يعني أي حدا عايش هون أو بيجي دوي مع تركيا بيعرف أن السياحة هي خفت عن السنين الماضيين هاي السنة أخف بتشوف العالم أخف له كذا عامل عامل الغلا. وعامل بعض الحالات الشاذة من الناس اللي هي بتسبب عنصرية وهذه هي الأسباب يعني السنة مو مثل العام اللي قبلها لا السنة كلش ضعيفة حتى سواح قليلين يعني شيء أكيد يعني هي السواح العنصرية تأثر على السياحة القطاع التجاري أيضا تعرض لخسائر كبرى جراء ذات الأسباب فبحسب هيئة الإحصاء التركية تويك فإن الصادرات التركية إلى الدول العربية تحديدا تراجعت من 55 مليار دولار إلى 46 مليار دولار تقريبا، فيما يعتبر العراق أحد أهم المستوردين للمنتجات التركية. الرحلات قلت طبعا بسبب الاوضاع شوية قبل كانت السياحة يعني كثرة خاصة بموسم الصيف غلاء بالاسعار والليره التركيه تتنازل فتروح للمطعم غالي تروح للفندق غالي تروح ابسط الامور يعني باي شيء تروح يعني هو غالب غالي بغالي قطاعات عديده اخرى نالت نصيبها من الخسائر جراء تلك الممارسات فيما يقابلها تخبط واضح في سياسات السلطات بهذا الصدد عواقب اقتصادية كارثية تواجهها تركيا تتمثل بخسائر تقدر بمليارات الدولارات تأتي نتيجة لتصاعد حدة العنصرية والممارسات الحكومية تجاه المهاجرين إضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتسببة بارتفاع جنوني في الأسعار غدير الحسن الرابعة إسطنبول إلى عناوين النشرة لحل أزمتها السودان يواصل اجتماعاته بأعضاء مجلس كركوك ويحث على اختيار المحافظ سريعا حل عمليات محور الشمال يثير غضب التركمان تظاهرات تطالب بإلغاء القرار وتحذير من أزمة جديدة بغداد تحتضن اجتماعا عربيا لدعم طريق التنميه، وآلاف العمال الأجانب في العراق دون تصاريح عمل. كانت هذه المنتصف من الرابعه، شكرا لكم في امان